معانا دلوقتي عبر سكايب اللي كنا لسه بنتكلم عنه البلجيكي توم سينفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Good evening. It's a pleasure to be here. سعيد جدا بلقائي ومساء الخير عليك. نتحدث هنا في الإعلام المصري وفي الإعلام الأفريقي بشكل عام أنك قائد ثورة في كرة القدم في جامبيا منذ توليك المهمة، تولي المنتخب الوطني في 2018 والأمور في أفضل حال بالنسبة لجامبيا سواء على مستوى المنتخب الأول أو على منتخبات الشباب. كيف تم التطوير السريع جدا ده في الكرة الجامبية؟ نعم، إن جامبيا هي دولة محبة وعاشقة لكرة القدم، والعديد من الصغار يلعبون ويستمتعون بكرة القدم في جامبيا. ونحن تم تجهيز العديد من اللاعبين في خلال الفترة السابقة في الخمسة أعوام الماضية. نحن نعمل بعمل شاق ودؤوب من أجل تجهيز أعلى المنافسات وأعلى جودة في المنافسات، وقمنا ببناء الكرة الجامبية من البداية. لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين واللاعبين ذات الجودة العالية. همشي معاك خطوة خطوة ونستفيد أيضا منك استفادة جيدة في هذا الأمر. تسلمت المهمة، مهمة تدريب المنتخب الجامبي بعد ما حدث في إيقاف في 2014، ومن هذه الفترة أنت استلمت مهمة صعبة جدا، مهمة كان فيها توقف كبير جدا للكرة الجامبية. كيف استعدت الحالة الفنية والبدنية والمهارية للاعبين بعد فترة إيقاف طويلة؟ نعم، هو كان سؤال ذهني وعقلي لكافة اللاعبين في الأول. بعد ذلك قمنا في الناحية ثانيا قمنا بعمل سكاوتينج، وهو أتينا بالعديد من مكتشفي النجوم والشباب ليقوموا برؤية تلك اللاعبين الموهوبين. وقمت بابتعاث وإفادة العديد من المحترفين في أوروبا أن يأتوا للكرة الجامبية ويساعدوا على تطويرها. وأن الاتحاد الجامبي قام بتطوير اللعبة والعمل قدما على تطوير الكرة الجامبية بشكل عام منذ النشأ إلى مرحلة الاحتراف. But it's a cooperation with everyone. I mean, the youth coaches of the national teams. التعاون كان رائعا للغاية بين فريق مدربي الفرق المختلفة، سواء فريق الشباب، فريق المنتخب الأول. كنت عايز أسألك كمان، كيف أقنعت لاعبين مهاجرين من جامبيا موجودين في أوروبا إن هم يعودوا يلعبوا للمنتخب الجامبي؟ إحنا نتحدث عن منتخب ليس له تاريخ كبير في القارة الأفريقية باستثناء السنوات الأخيرة اللي تحسنت فيها الكرة الجامبية بشكل رائع جدا، أقنعتهم إزاي؟ أنا عارف إن أنت كنت قاعد معاهم واتكلمت معاهم وأقنعتهم للعب للمنتخب الجامبي. نعم، العديد من اللاعبين في ذو الأصول الجامبية يلعبون في أوروبا في مستويات عالية. وكنت صممت إني إذا أردت النجاح في هذا الأمر علي جلب هذه الطيور المهاجرة للكرة الجامبية مرة أخرى. وللأسف لم يكن بوسع الاتحاد الجامبي لكرة القدم توفير الميزانية والأموال لهؤلاء اللاعبين. ولذلك اضطررت إلى الذهاب من خلال حجز تذاكر خاصة على حسابي وأيضا توفير إقامة وإعاشة بتلك الفنادق لإقناع اللاعبين.
and I traveled all over Europe, watched games, meet the players, meet the coaches, and explained the plan, the tactical plan, the ambition to convince them to play for Gambia. وبذلك قمت بالذهاب إلى المباريات في أوروبا ومشاهدة اللاعبين الجامبيين والتحدث إلى اللاعبين ذاتهم ومدربيهم وإقناعهم بالطموح الذي لدينا هنا في الاتحاد الجامبي والكرة الجامبية لتطوير الكرة الجامبية بشكل عام. And in the last 5 years since I'm coaching, 36 players made their debut for the national team. وفي آخر خمس سنوات أقنعت 6 لاعبين بتمثيل منتخب بلادهم الأم منتخب جامبيا. Yeah, so it's hard work. But it's important if you want to develop the team as a coach. من الصعب جدا العمل في ذلك الشاق العمل الشاق والدؤوب ولكن كمدرب لمنتخب جامبيا عليك أن تقوم بهذه الأشياء. You have to convince the players and you have to make a clear plan and several professionals who played in Europe for Switzerland youth national team, for Germany, for Sweden. I could convince them to play for Gambia and to make the team stronger. فبالتالي كان علي إقناع تلك اللاعبين ووضع خطة ومتابعة مبارياتهم في الدول التي كانوا سيمثلونها مثل السويد وألمانيا وأيضا سويسرا. فبالتالي قمت بإقناعهم وتحويل دفتهم للعودة للوطن مرة أخرى ومشاركة الطموح الذي لدينا. طيب التطور على مستوى المنتخب الأول هو تطور واضح ومفهوم ومعروف يمكن تفاصيله، وشفنا المنتخب الجامبي في كأس الأمم الأفريقية 2021 وهو يصعد لأول مرة لهذه البطولة وهو يتأهل لربع نهائي البطولة في مشاركة أولى، ولكن كمان التطور واضح جدا في جامبيا بخصوص قطاعات الناشئين والمنتخبات الأصغر سنا. منتخب شباب يصل لكأس العالم من سنتين وتلغى البطولة بسبب كورونا، منتخب مرة أخرى يصل لكأس العالم مرة أخرى في البطولة اللي كانت موجودة في مصر، بتكلم على منتخب الشباب. في تطور كبير في منتخبات الشباب، كيف تم وكيف حدث هذا الأمر أيضا؟ وأفهم كمان أنه في خبراء كثر من أوروبا موجودين لبحث هذه الأمور أو تطوير هذه الأمور تحديدا في قطاعات الناشئين. شكرا. It's true that that we developed the football and step by step we want to implement players in the first team. If a player is 18 years old or 19 years old, he can make a debut in the national team, and that motivation is a very good motivation for under 17, for under 20 national team. Because they know they can become professional football player, but they also know they can make very easy the step to the senior national team. And in Egypt, I followed very close the games, and hopefully the coming months, several of these players. نعم، أنا قمت بالبداية في الجلوس مع اللاعبين وتحضيرهم ذهنيا، وقمت بخطوة كل خطوة من أجل تطوير الكرة الجامبية، وقمت بالتواصل مع اللاعبين إذا كانوا تحت 20 عاما أو تحت 17 عاما بأن لديهم الفرصة للمشاركة في المنتخب الوطني الأول. فبالتالي قمت بتطوير اللعبة، تطوير الناشئين والشباب، والعمل مع ذلك مع باقي المدربين، إضافة إلى أني تابعتهم في المنافسات التي قاموا بلعبها في مصر وحققوا تلك النجاح، هذا النجاح الراهن. طيب هذا على مستوى قطاعات الناشئين. أنا أفهم كمان أنه أنت موجود مع الاتحاد الجنبي بمشروع طويل الأمد، يعني أنت موجود لسنوات كثيرة قادمة. عقدك ممتد لحد إمتى مع المنتخب الجنبي كمدير فني وكمستشار للكرة الجنبية؟ Excuse me, can you repeat the question? طيب مرة أخرى بسألك عن التطوير في المنتخب الجامبي وعقدك طويل الأمد مع الاتحاد الجامبي كمشروع للمنتخب الجامبي، مشروع طويل الأمد. أنت معاهم لحد سنة كام؟ عقدك معاهم لحد سنة كام لتنفيذ هذا المشروع ونجاحه؟ Yeah, I signed the contract for 9 months only, but we got immediately good results. Then I signed a new contract for 2 years,
and now I have extended 2 years already for 5 years. So I have a contract till World Cup 2026. And we have ambition to develop the team, to help in the youth development. But I have also a clause that if an interesting offer comes from a big nation or a big club, that I can leave. I'm an ambitious coach. I love working in Gambia. لقد جددت عقدي في خلال 9 شهور سابقة، فقط قمت بالتقديد لعامين، فأصبح مجموع تمديد العقد الخاص بي كمستشار فني للاتحاد الجامبي ومديرا فنيا للمنتخب الأول لعقد يمتد ب7 سنوات. قمنا بعمل جاد خلال هذه الفترة، فبالتالي تجديد العقد كان بمثابة تجديد الثقة وتجديد الثقة حتى كأس العالم المقبلة في 2026. فبالتالي نحن نعمل على خطة بعيدة المدى من أجل تطوير الكرة الجامبية. يعني واحدة من أهدافك أن المنتخب الجامبي يكون موجود في كأس العالم 2026، أنا كده فهمت صح؟ That's the ambition, but it's a long way. And it depends also on the development of the players. نعم، هذا هو الطموح والخطة التي لدينا، ولكن الأمر يعتمد على التطوير الفعلي للاتحاد الجامبي. عظيم. So for me, there are 9 big nations in African football. That's Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco, Senegal, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, and Cameroon. And we try as Gambia to become close. There is Burkina Faso, there is Mali, so it will be tough, but our ambition is to develop the team and the young players. طبعا كما تعرف أن الكرة الأفريقية لديها العديد من المنتخبات الرائعة، خصوصا 6 أكبر منتخبات في أفريقيا، إذا ذكرت لك الجزائر، المغرب، ذكرت أيضا ساحل العاج، الكاميرون، مصر، أيضا هنالك بوركينا فاسو، والتطوير الذي يحدث في مالي، إنه هو الطموح الذي نلعب من أجله. نعم، المنافسات سوف تكون صعبة للغاية للمنتخب الجامبي، ولكن نحن نتمسك بالطموح. نحن نتحدث الآن على لاعبين كبار أفارقة موجودين في أوروبا، على رأسهم طبعا محمد صلاح وعدد كبير من اللاعبين الآخرين. من من لاعبي المنتخب الجامبي تتوقع له مستقبل كبير في أوروبا، مستقبل قريب كمان في الدوريات الأوروبية، واسمه يلمع كواحد من أفضل اللاعبين الأفارقة؟ We don't have really world stars like Mohamed Salah, like Sané or other players. We have players, our best players, they play for Bologna, they play for Beşiktaş, and they play in Belgian league or Swedish league. We don't have really world stars. نحن ليس لدينا لاعبين كبار على غرار محمد صلاح ولا سني ولا أي لاعب مثل هذه النجوم العالمية. نحن لدينا فريق نقوم ببنائه الآن وتحضيره. لدينا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأقل شهرة والأقل جودة، مثل الدوريات السويدية وما إلى ذلك، فنحن نسعى لتطوير اللاعبين. But hopefully it comes in the future, and naturally the strength of our team also at Africa Cup is the tactical discipline. We had players when we play against Tunisia, when we play against Cameroon, when we play Africa Cup, we had players who play 4th division in Sweden, who play 5th division in Switzerland, and still we can beat bigger nations. Sometimes it's not only the quality of the player and the level he plays, but also the tactical discipline and the plan to play a game. طبعا أخبرك بأن ليس لدينا لاعبين كبار، ولكن لدينا تمركز خططي واضح. نعم، بالنسبة للاعبين الذين لدينا، لاعبين يلعبون في الدوريات الأقل جودة كما ذكرت آنفا، مثل الدوري السويسري والدوري الأوروبيات الأخرى والدوري السويدي على سبيل المثال، ولكن جاءت الفرصة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أن نثبت جدارتنا بمنافسة أكبر
المشاركين في هذه القارة مثل الكاميرون، مثل مالي وما إلى ذلك. نحن اعتدنا على هذه المنافسات من أجل تطوير التمركز الخططي لدينا، هذا هو ما نصب إليه. البلجيكي توم سينفيت، تجربة عظيمة جدا مع المنتخب الجامبي كمدير فني للمنتخب الجامبي ومستشار أيضا للاتحاد الجامبي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة اللي ممكن ناخد منها كثيرا كثيرا. تخيل احنا محتاجين نبص على تجربة جامبيا، تخيل. بس مش عيب بالمناسبة، يعني مش عيب لو في ناس جريت بسرعة نشوف جريوا ازاي بسرعة ونجري زيهم بسرعة. احنا التاريخ معانا، احنا الاسم الكبير معانا، التطوير اللي متأخرين فيه شوية مش مشكلة، نبص بصة حتى على الأصغر منا بكل تواضع وبكل حماس، لعل وعسى لعل وعسى ناخد سرعات وجري، عشان احنا لما هنجري غير جنبي لما تجري، احنا لما نيجي نجري هنجري جري حلوة، هم لما يجوا يجروا هيبقى طموحهم ربع نهاية كأس الأمم الأفريقية، احنا لما نجري ناخد كأس الأمم ونوصل كأس عالم ونلعب في أدوار كويسة في كأس العالم، بس نقرر نجري، نقرر نجري بحكم التاريخ والاسم الكبير.